مساء الخير. واتساب عم يتصدر بالفترة الأخيرة المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي. مستخدم وسائل التواصل صار أكثر وعي فيما يتعلق بالتكنولوجيا وبمنصات التواصل بشكل خاص. اليوم بموافقة هذا المستخدم أو من دونه، واتساب بيستخدم بيانات الأفراد الشخصية مما بهدد الخصوصية. لكن يبدو ومثل ما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد، فها هو تطبيق سيجنال يطفو إلى الواجهة. هل جربتم هذا التطبيق يوما وماذا تعرفون عنه؟ لا مناقشة هالموضوع، رح ينضم لنا من عمان الخبير في وسائل التواصل الاجتماعي محمد مقدادي. أهلا وسهلا فيك محمد معنا بأونستريم. شرح لنا بداية عن تطبيق سيجنال، خصائصه، وهل هو فعلا أكثر أمنا من تطبيق واتساب؟ لا طبعا، لما نيجي نتحدث عن سيجنال as an application فهو application open source، مصدره مفتوح، وهذا الاختلاف الرئيسي اللي موجود بينه وما بين تطبيق واتساب، بحيث انه تطبيق واتساب مصدره مش مفتوح. عندما نتكلم عن مصدر مفتوح، مما يعني انه الكود بامكاننا نشوفه، بامكاننا نشيكه، بامكاننا نفوت عليه، بامكاننا نغير منه، بامكاننا نبني عليه، هذا معناته انه open source. فهي اكبر خاصيه ممكن نحكي في فروقات ما بين الواتساب وسيجنال. وكمان لما نيجي نحكي عن سيجنال، فهو من الاشهر كمان الفيتشرز المختصه بالبرايفسي فيو، اللي هو ما بيعمل ستورنج للديتا على كلاود على او اي مكان ثاني، بيخلي الانفورميشن على الجهاز الشخصي للشخص. وحسب ما بيحكي كمؤسس لسيجنال، فاحنا عم نحكي انه عن تطبيق ما بيجمع البيانات ولا بيعيش على بيانات المستخدمين، هو بيعيش على الدونيشنز اللي هي التبرعات. فيما لو حب انه الشخص يتبرع بيتبرع، ولكن هو ما بيتاجر بالبيانات او من هاي. طب في سؤال عم يطرحه مستخدمي واتساب وغيره من التطبيقات، كيف بتستخدم هالشركات البيانات الشخصية للأفراد والمستخدمين، وشو مخاطرها، مخاطر استخدام التطبيقات لهالبيانات الشخصية؟ نعم، أشكرك، سؤال رائع. لما نيجي نحكي عن البيانات، فخلينا نتفق إنها هي عملة الحاضر، وهي أكثر شيء قيم بالنسبة للشركات، وهي مهمة لعدة أمور. أول أمر وأهم أمر اللي هي بيع وتحليل هاي البيانات وبلورتها، لحتى يصير في عندك البروفايلز مرتبة عن كل مستخدم، شو احتياجاته وإيش الأشياء اللي بيحبها وإيش الأشياء اللي بيفوت عليها وكل هاي الأمور. ومنها بيبيعها لثيرد بارتي، أو بيخلي الثيرد بارتي إنه يستخدمها زي ما بيعمل فيسبوك على سبيل المثال بالوقت الحالي. وبما إنه فيسبوك هو المالك لواتساب، فعم يحاول يستخدم نفس الطريقة. بإمكانك تعمل إعلان تحكي إنه الإعلان هذا بديار الأعمار من كذا لكذا للناس اللي ساكنين في منطقة كذا، واللي بيستخدموا تليفون مثلا أندرويد أو بيستخدموا تليفون آيفون. فهم المغزى الرئيسي اللي هو استخدامها للبيانات. المغزى الثاني اللي هي دراسة البيهيفير تبع الكاستمر، دراسة التصرفات تبعية المستخدمين، ليش المستخدم بيعمل هيك، ليش بيعمل هيك، شو الفئة العمرية اللي بتستخدم كذا، شو الفئة العمرية بتستخدم كذا. وبيبيعوها لشركات بيعملوا شيء اسمه ماركت ريسيرش، وعلى اساسه بامكانهم يعملوا ديفلوبمنت وتطوير للقطاعات اللي هم عم يشتغلوا فيها. طب بحسب الصحف محمد، في حوالي 1 مليون شخص عم بحمل التطبيق يوميا، الى اي مدى يمكن اعتبار سيجنال منافس جدي صار لواتساب؟ نعم، اكون صريح معك، لما نيجي نحكي عن التطبيقات، حتى تطبيق سيجنال، سيجنال اوريدي لما تيجي تدخل عليه فبتحتاج انت رقم تليفون، ولكن في تطبيقات لسه اكثر امانا، نحكي عن تطبيق مثلا اسمه ستيتس، وهو تطبيق حتى رقم تليفون ما بيحتاج انك تدخل. احنا اخذنا معظم الناس العاديين او الناس اللي ما لهم علاقه بالتكنولوجي، وهي النسبه الاكبر، بلشت تستخدم سيجنال بيست على كلمه من ايلون ماسك. وصراحة لما تيجي تتفرج على الموضوع، ممكن إيلون ماسك هو من أكثر الناس اللي ممكن يتعامل ببيانات المستخدمين، وعنده باور لدرجة إنه بإمكانه يوقف كل سيارات تسلا بأبديت بياخذ معه ثواني. أنت عم تحكي عن حدا بإيديه السلطة، وبما إنه في تطبيق هو أعطى ريكومنديشن عليه، وأصلاً كمان شخص عم بجمع الديتا تبعية المستخدمين،
لحتى يطور، وما بنعرف الامور الاخرى اللي بيستخدم فيها بيانات المستخدمين. فانا كمان ما بقدر كمان اثق بكلمه هو حكاها عن سيجنال، يعني از تطبيق ممكن كمان بيوم من الايام يجمع البيانات واحنا ما بنعرف. ولكن السؤال هنا اللي بيكون، فيسبوك بيطبق نفس الخصوصيه، نفس البوليسي تبعت الخصوصيه اللي هلا عم بده يفرضها واتساب. فاحنا في حال بدنا نحذف واتساب، من المفروض انه نحذف فيسبوك كمان، لانه فيسبوك اوريدي عنده هاي اللاكجري بانه يستخدم. طب هل العالم زي ما بيحب محمد، هل يعني هل المستخدمين محمد اليوم عارفين هذا الموضوع، ولا برايهم انه ربما اللي بيقدر يطلعوا فيسبوك من بيانات بيختلف عن واتساب حتى لو الخصائص هي ذاتها؟ نعم، في الوقت الحالي فيسبوك هو بيطلع ما يقارب ضعف البيانات. يعني اذا كان على سبيل المثال واتساب عم يطلع 20 شغله معينه، مثلا زي رقم التليفون بيجمع اللي هو المحادثات، بيجمع كذا وبيعمل باك اب وهذا الحكي، فيسبوك عم يطلع ضعفها، عم يعرف اللوكيشن، عم يعرف شو نوع التليفون اللي انت عم تستخدمه بالضبط، ايش الاشياء اللي بتحبها، وين بتروح، ايش بتعمل براوزنج، خلص بجمع يس شو بعرف، طبعا بيعرف كل شيء عنك. طيب خلينا نرجع نحكي عن القصص المتعلقة بسيجنال تحديدا. هل سيكون من ناحية الاستخدام، يعني هل سيكون سهل الاستعمال، يوزر فريندلي مقارنة بواتساب؟ لأنه في عالم بيقولوا لك إنه كلهم عم يعرفوا كل شيء كتطبيقات وعم تنجمع هالبيانات، خليني أكون مرتاح وخلص. بقول لك خلص، خليني بما إني على واتساب خليني أوافق وما في مشكلة. شوفي لا حول ولا يعني. نفرق ما بين يعني لازم نفرق ما بين البرايفسي، لازم نفرق ما بين السكيورتي. هل هو واتساب سكيور؟ نعم هو ابلكيشن سكيور، محمي من ناحيه يوزر، انت عم يحميك من الاختراقات اللي عم تصير، بحيث انه هو في عنده بعض الخدمات اللي عم يقدمها بخصوص السكيورتي زي تو فاكتور اوثنتيكيشن، عباره عن رقم سري بينحط على كل تليفون جديد وكل فتره بصير يسالك اياه لحتى ياكد انه انت اللي عم تستخدم الابلكيشن. رقم اثنين هي انت تو انت انكربشن، الرساله تبعيتي مشفره من المرسل الى المستقبل، تنفك هناك. ولكن فيسبوك واتساب عندهم الصلاحيه انه يفكوها لانهم معهم المفتاح. سيجنال اللي عم يحكي انا لا، انا ما بدي اخذ البيانات تاعك، انا عايش على الدونيشنز بس. من ناحيه الخصائص اللي عم يقدمها سيجنال وعم يقدمها واتساب، فهم الى حي يعني الى درجه عم يلبوا احتياجات المستخدم. ولسه واتساب في عنده فيتشرز زياده عنه، في كثير ناس عم تعتمد على الواتساب. لما نيجي نحكي عن واتساب، في واتساب فور بزنس بيربسز، وناس عم تعيش عليه، عم تعمل ديليفري، عم تعمل خدمات وغيرها. صح. طيب بدي احكي عن تيليجرام كمان، مشفر ايضا، ما اخذ سيجنال الضجه اللي اخذها، شو الفرق بين التطبيقين؟ نعم طبعا كل واحد بيفرق عن الثاني بالفيتشرز، ممكن من ناحيه الجروبس زي على سبيل المثال سيجنال عنده كرييشن لجروبس انليمتد، قد ما بدك بامكانك انك تضيف ناس على الجروب تبعيتك. بالمقابل عندك الواتساب اللي هو تقريبا اقل من اقل او يساوي 256 كونتاكت نمبر، هاي واحده من الامور. على سبيل المثال في تطبيق ما حدا تطرق له اللي هو ستيتس. ستيتس هو تطبيق لدرجه انه رقم الموبايل ما بياخذه. يعني رقم الموبايل بالوقت الحالي هو يعتبر من الخصوصيات للمستخدم، لانه كثير ناس عم بتتاجر فيه، عم بتبيع ارقام تليفونات. حتى اذا بنشوف احد تطبيقات سكر في الشهر الماضي اسمه ترو كولر، وكان عايش فعليا على انه يجمع ارقام التليفونات تبعيت الناس، وهو خصائصه انه بيظهر لك الاسم مين هذا الشخص. فلما اجى انباع ما باع الفيتشرز، باع الديتا اللي موجوده عنده. فاحنا بنحكي عن نفق العصر اللي هو بيانات المستخدمين اللي تستخدم في الاعلانات، وتستخدم لعمل شيء اسمه ماركت ريسيرش زي احد الشركات الكبرى اسمها ابسوس، لحتى يطوروا الشركات من نفسهم. طيب بتعتقد اليوم القائمين على تطبيق سيجنال عم يستغلوا شو عم بيصير مع واتساب، ام انه التطبيق فعلا فينا نجربه ونعطيه فرصه؟ وايضا هون بدي اسالك بعد سؤال، معقول واتساب اذا شافوا هالردود الفعل يغيروا من افكارهم فيما يتعلق بالخصوصيه والابديت اللي كان بده ينعمل؟ نعم طبعا لما نيجي نتحدث عن سيجنال، فانا بالنسبه لي من الاشخاص اللي دائما بخلي في بالي انه شخص مثل ايلون ماسك لما حط عن سيجنال فهو ما حطها من فراغ، وانا اتوقع انها شانل جديده لحتى ناس تجمع عنك ديتا من اول وجديد. فانا بالنسبه لي اذا انت راح تحذف واتساب، خلي في بالك انك لازم قبل هيك تكون حاذف الفيسبوك،
لأن الفيسبوك اوريدي عم يعمل الشغلات اللي بده يعملها هلا واتساب، هم عم يغيروا سياسة الخصوصية. أما إذا ما بدك تحدث فيسبوك راح تضلك موجود على واتساب، بدك تدور على بديل، فلا هو هيك هيك عم يجمع عنك فيسبوك هذا الحكي. وفقط حطوا اللي هو واحد من الكونديشنز اللي هم يصيروا يشاركوا البيانات مع فيسبوك على سبيل المثال من لأغراض الإعلانات. فهاي واحد. لما نيجي نحكي عن سيجنال از ان ابلكيشن، فهو ابلكيشن المفروض انه سكيور اوبن سورس، بكانوا الناس تفوت وتفحص وتتاكد منه، بكانها تبني عليه، كانوا يفوتوا على السيرفر تبعته. واهم شيء ما في عنده شيء اسمه كلاود باك اب، ما بيرفع بياناتك على سحابه تخزينيه، بيخلي البيانات الخاصه فيك في المكان اللي هو التليفون الشخصي. طب بتنصح باستعمال سيجنال كخبير بمواقع التواصل الاجتماعي؟ وكمان معقول واتساب يرجعوا يغيروا من هالسياسة اللي بدون يطرحوها؟ نعم، أول إشي هم ما راح يقدروا يغيروا أكيد إنهم يرجعوا يتراجعوا عن القرار اللي هم حاطينه اللي أوريدي موجود في فيسبوك. الوضع اللي بصير منطقي فيه، أنا بنصحك باستخدام سيجنال في حال أنت بدك ما بدك كمان فيسبوك، فإذا بدك تلاقي بديل لاقي بديل لفيسبوك. أما إذا بدك تخلي الفيسبوك فبنصحك تضلك على واتساب، لأنه أوريدي البيانات تبعيتك اللي بدهم يجمعوها أوريدي عم يجمعوها على الفيسبوك. فأنت في حالة واحدة فقط بنصح فيها، اللي هو إذا كان في تغيير حقيقي ما بين أنه أنت تلاقي بديل لفيسبوك وتلاقي بديل لواتساب. وإذا بنصح في تطبيق فأنا بنصح بتطبيق ستيتس، لأنه ما عم يكون في إله أكسس حتى للنمبر. يعني I don't trust إيلون ماسك إنه عم يحكي لي أنت روح على سيجنال، أنا خلص ما أعرف حالي. طيب في بعض الصحف محمد قالوا انه الشركات اساءت او تسيء استخدام البيانات الشخصيه للافراد. اول شيء هل بحق لهم يسيئوا باستخدام هالبيانات حتى لو كان الامر بالموافقه او اوبشنال؟ يعني سؤال جدا رائع، لانه صراحه هذا ما نفتقره في العالم العربي خصوصا في الميدل ايست از شرق اوسط. اللي بصير هلا خلينا ناخذ مثال اللي هم واتساب. واتساب على سبيل المثال لم يتم تطبيق القوانين والامور اللي لها علاقه بالخصوصيه في الاتحاد الاوروبي. ليه؟ لانه في عندهم قانون اسمه جي دي بي ار، وهو قانون بيحمي المستخدم بثمان امور اساسيه. ناخذ اكزامبلز منها. المستخدم له حق مثلا تو بي فورجيتن، انه ينتسى. انا بهاي اللحظه من اللحظات بدي اعمل ديليت لحسابي وبدي اختفي عن السوشيال ميديا بالمره، وبياناتي ما بدي حد يستخدمها بالمره. بكبسه زر لازم يتيحها الفيسبوك او الواتساب بامكانهم يمحوا كل شيء. فعلشان هيك في بعض القوانين اللي كمان حطتها وحقوق المستخدمين في الاتحاد الاوروبي بتمنع فيسبوك انه يجبر المستخدمين او المواطنين الاوروبيين انهم يقدموا بياناتهم. شكرا. احنا ما في عندنا قانونهم عندهم. واضح. شكرا كثير لك محمد مقدادي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا. الله يخليك.